طيب يا جماعة، كان اتخذ قرار في 2005 مش كده ان احنا نحافظ على ان الدين العام ايه ما يزيدش مش كده؟ تمام دكتور، معاك دكتورة هالة، مش كده. طب النتائج كانت ايه؟ النتائج في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل والدولة تاخد مكانها في منطقتها، حقق الهدف منه ولا لا؟ عشان كده بقول اعمل انا المينا، اعمل حاجتي، ولا اطرحها لحد تاني؟ لو الكلام ده بينطبق على خط مثلا القطار السريع، ما احنا ممكن المستثمرين يعملوه، مش هتعرض علينا الكلام ده؟ ايوه فندم، مش كده؟ لكن فوجئنا ان الارقام اللي هتتعمل بيها الموضوعات ديت ارقام يعني كبيره قوي، كبيره جدا، مش كده؟ لكن لما جينا نعمل احنا حاجتنا بنخش في نقاش وبندقق كل شيء ونحقق اعلى مواصفات. ارجع تاني، انا بتكلم على مسار للدوله ماشيه بيه، مسار بناء دوله حقيقيه. وارجو ان انتم يعني كمصريين، قد لا يشغل كل الناس مينا زي دي او طريق بيتعمل الا اذا كان بيستخدمه، لكن احنا بما ان احنا قلنا ان احنا مع بعض الشعب المصري مع الحكومة مسؤولين عن بلدهم، لازم نعرف الكلام ده ونفهمه كويس. المينا بتاع السخنة لو احنا استمرينا على يعني ان احنا ندور على مطورين، وممكن اول نتكلم 2030 مش كده؟ تمام فن. ولا يا كامل؟ تمام فن. لا صحيح، تمام فن.